اهلا وسهلا بالبطله. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله سلامه. مبارك مبارك. اهلا وسهلا. وعليكم السلام. مبروك موفقين ان شاء الله. السلامه ان شاء الله. الصحه والسلامه. اهلا صديقي. بالله سلامه. مبروك. هذا الانجاز اللي حقيقه افرح كل العراقيين. يمكن من بطوله امم اسيا 2007 ايش قد التهت الجماهير والشعب العراقي على المنتهى وصارت هذه الحاله مع نجد. يعني المنجز اللي حقق فيه مو فقط وسام في بطوله اولمبيه في باريس، لا، على تعطيت فد رساله انه بهذه الظروف تجاوزت محنة التعرض لهجمة إرهابية وتعبتي ودربتي وحققت الفوز، وهذه أول امرأة عراقية تحصل ذهبية، مو صحيح؟ أراد لها استضافة في المجلس الأعلى للمرأة إن شاء الله. دعوتكم ودعاكم إلها. ولكن ما قصرت في موضوع الأطراف الرياضية، يعني كانت لها يعني فضل كبير كلش عليها. واجبنا احنا من اول يوم بدات حكومتنا وطلعنا امامنا استحقاق خليجي 25، فدخلنا بثقلنا رغم الفتره القصيره والحمد لله تحقق الفوز وتحقق النجاح، انه العالم كله شاف العراق والعراقيين على طبيعتهم وحقيقتهم اللي هي كلها كرم وعطاء ومحبه وتسامح مع الجميع. واستمرينا بهذا المشوار. بالنسبة أن الرياضة يعني أولوية، حالها حال كل أولوياتنا، مثل ما نهتم بالصناعة والطاقة والزراعة والأمور الأخرى، نشوف قطاع الرياضة ورعاية الرياضيين وتوفير كل المستلزمات، هذا واجب علينا وإن شاء الله راح نستمر. اليوم عندنا بطلة أولمبية، احنا بشكل عام يعني مركزين على كل الرياضات مو فقط كرة القدم. صحيح كرة القدم لها شعبية ولها جماهيرية، لكن أطلقنا مشروع البطل الأولمبي قبل فترة وقاعد نخطط لل 28 وال 32 حتى نوصل إلى هذا الإنجاز، لأن ما معقولة العراق لحد الآن من الستينات فقط البرونزية الواحد عزيز. إيه. الله يرحمه. اليوم جتنا هذه الذهبية بفضل نجدة ومثابرتها وحملت هذه الظروف الصعبة. بالذات يعني فئة ذوي الهمم الكرينة هذه لها اهتمام خاص من ناحية إنسانية ومن كل متطلبات نهيئ مستلزمات شلون تتمكني الاستمرار انت وزملائك. ما شاء الله المجموعه الثانيه ايضا نلتقيهم، بس فوز ومنجز نجله الى طعم خاص. تدرين ابناء الشعب العراقي كلهم اليوم يتابعوك من وصلتي او من قلدتي الميداليه الذهبيه، فالحمد لله. هذا دليل على أن شعبنا شعب حي، عنده طاقة، عنده قوة، عنده صبر، عنده قدرة ما موجودة لدى كل شعوب العالم، أنه يتجاوز الظروف الصعبة ويقدم منجز. فنحمد الله ونشكره، وأيضا الشكر للوالد والمدرب اللي بذل هذا الجهد ووصلنا إلى هذا المنجز اللي يفتخر به كل أبناء شعبنا العراقي. مبروك ان شاء الله ومزيد من النجاحات والانجازات.